ميشيل الصيفي، ناتالي المور وسيف ماضي. العناوين. عيد العمال من دون عمال وأجور بلا قيمة، وماذا عن نسبة البطالة في لبنان؟ تقرير خاص في سياق النشرة. بري لنكن صنوا للعمال في عملهم كما في عيدهم، فعلا لا تعطيلا. التأليف بصيغته الجديدة في أساس زيارة السنيورة لبكركي. أن تتألف حكومة مستقلين، أي أن لا يكون فيها أي شيء له علاقة بما يسمى الأثلاث المعطلة. بيروت بانتظار وصول النور المقدس الذي فاض من قبر المسيح في كنيسة القيامة. منظمة الصحة العالمية في أوروبا تلفت إلى أن أزمة فيروس كورونا في الهند يمكن أن تحدث في أي مكان. عمال من دون عمل، وأعمال من دون أجور محترمة، وأجور من دون قيمة، وقيمة العامل فقدت في ظل طبقة سياسية تهوى الوعود الفارغة. لبنان من دون حكومة، وحكومة مستقيلة لا تصرف الأعمال حتى بالحد الأدنى، ورئاستا جمهورية وحكومة لا تتواصلان إلا من خلال الإعلام والبيانات ومفادي المفادين. هذه هي الصورة اليوم في لبنان الذي ينتظر أمرين. الأول، وصول فريق الوساطة الأمريكية لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والثاني، زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوتريان إلى لبنان لعله يحمل بجعبته العقوبات المرجوة لتحريك الملف الحكومي. وقبل الدخول في السياسة، نشير إلى أن النور المقدس قد فاض من قبر المسيح في كنيسة القيامة، وبيروت تنتظر وصوله مع الأمل والرجاء بأن ينير مناطقها وشوارعها الغارقة في عتمتها ومصائبها. إذن ملف الترسيم سيتصدر الواجهة الأسبوع الطالع قبل الانتقال إلى الملف الحكومي الذي سيكون في عمق محادثات لودريان في بيروت الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك غداة إعلانه بدء تنفيذ آلية تقييد للمسؤولين اللبنانيين المتورطين في الفساد وفي تعطيل الحل الحكومي، وذلك من خلال تجميد الحسابات المصرفية في فرنسا ومنع دخولهم إلى الأراضي الفرنسية. وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غدا شرين غردت عبر تويتر كاتبة: من المؤكد انطلاقا من العلاقة التاريخية التي تربطنا بفرنسا أنها تدرك أن الأزمة المالية هي من الأسباب الرئيسية لتأخر الحكومة، لذا فإن العقوبات التي يتحدثون عنها من المفروض أن تشمل من سرق ونهب المال العام وحوله إلى الخارج بطريقة مريبة، وكذلك من يحول دون الإصلاح. في هذا الوقت المودع ما زال ضحية عدم إقرار الكابيتال كنترول في وقت عادت إلى الواجهة المناكفات من قبل المعنيين على هذا الملف. إذن المشروع يشهد الكثير من التناقضات، فوفق أي صيغة سيقر؟ مجد لينعيد. إلى الواجهة عاد قانون كابيتال كنترول من بوابة المسودة الأخيرة التي تكشفت فيها بعض التعديلات ليوضعها على السكة لإقراره في المجلس النيابي. بعد عام ونصف من التأخير، بوادر المشروع بدأت تتظاهر بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية التي ستكون بالليرة. رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ظاهر قرأ عبر إذاعتنا في المشروع. بالنسبة للمسودة الأخيرة يلي من المفترض يكون تم إقرارها من قبل اللجنة النيابية، فينا نقول أنه تحسنت كثير بالنسبة للمسودات السابقة من حيث المضمون ومن حيث الشكل، وتم الأخذ أكيد بملاحظات وتوصيات صندوق النقد الدولي والفرقاء الآخرين. إذا بدنا نقيم نجاحها، أول شيء من حيث الظرف والشكل، ما فينا
إلا نبدأ الملاحظة التالية، إنه جاي من بعد سنة ونص من بداية الأزمه، وجاي من مجلس نواب مش من حكومة مفروض تتحمل مسؤوليته ومسؤولية تطبيقه ويندرج ضمن برنامج متكامل لهالحكومة. أما من حيث المضمون أكيد حاطط قيود للحفاظ على النقد بالبلد وأوجد استثناءات. هلأ هالاستثناءات لا تقييم إمكانية تطبيقها، بدون نشوف مين بده يمولها. هلأ اقتراح القانون قال إنه التمويل بيصير عن طريق السيولة تملكها المصارف اللبنانية بالخارج، واجا رد سريع من قبل جمعية المصارف يلي قالت انه هي بحالة عجز بالخارج والتزاماتها تفوق موجوداتها، وهيدي اقرار اساسا بالافلاس. وعن مراقبة الاستثناءات عطوا لمرجع واحد هو مصرف لبنان حق القرار النهائي والجزم بهالموضوع، ونحن كان مطلوب سابقا انه يكون اشراك نوعا ما لجنة رقابة على المصارف، وأهم شيء المجتمع المدني عن طريق خبير محاسبي ممثل للمودعين وقاضي سابق متقاعد. الموضوع الآخر أنه هالقانون شمل كل الفترة السابقة، يعني مع مفهوم رجعي من بداية الأزمة لتاريخ اليوم، يعني عطى برأسني لكل المصارف على كل التصرفات الاستنسابية، وهذا موضوع غير مقبول كمان. مشروع الكابيتال كنترول قد يخضع لمزيد من التعديلات، ولكن إقراره ضروري في مواجهة عدم الاستقرار وتراجع الثقة المحلية والدولية. مجدولين عيد، صوت لبنان. وعلى خط آخر، ترشيد الدعم معضلة لا خطة عملية بعد تبشر بحل لها، بوقت احتياطات المركزي لم تعد تكفي لأكثر من أسابيع. الحزب التقدمي الاشتراكي قال في بيان: إذا كان الواقع يزداد سوءا فهذا لا يعني أن الحلول مستعصية بالكامل، والتي يأتي في طليعتها خطوة شجاعة مطلوبة تتمثل بإقرار ترشيد الدعم الذي قدم الحزب خطة واضحة بشأنه منذ أشهر، كما فعل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بإطلاق خطته أيضا بموافقة كل القوى السياسية، وذلك بدل الاستمرار بسياسة التعمية على الحقائق الدامغة من الدعم الذي يصب لصالح التهريب والتجار والمحتكرين. وجدد التقدمي الاشتراكي دعوته إلى القوى السياسية بالتسوية لتأليف حكومة تباشر مهمة إعادة تأهيل الواقع المزري من خلال إطلاق عملية إصلاح جدية وحقيقية. حكوميا، بكركي تتابع فرضها الحكومي بطبعته الجديدة. والبطريرك الراعي التقى اليوم الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة لمناقشة المشروع البطريركي الجديد القائم على حكومة من دون ثلث معطل، مقابل إسناد وزارة الداخلية للرئيس عون. وسيحمل السنيورة المعطيات الجديدة إلى الرئيس المكلف. السنيورة تحدث بعد اللقاء في بكركي: أن تتألف حكومة مستقلين، أي أن لا يكون فيها أي شيء يتعلق بما يسمى سلطة أي فريق على هذه الحكومة، أن لا يكون هناك أي شيء له علاقة بما يسمى الأثلاث المعطلة بشكل أو بآخر، لا من قريب ولا من بعيد، بل أن يكونوا بالفعل مستقلين. يفترض أن تتوفر النية الحقيقية لدى فخامة الرئيس ولدى الرئيس المكلف حتى يصار إلى القيام بهذا العمل. أنا أعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يحصل. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أكد أن المراوحة في تشكيل الحكومة تشكل ضررا كبيرا بمصالح الناس ولها تداعيات سلبية على الاستقرار والوفاق الوطني، داعيا إلى إزالة كل العقبات التي لا تزال تقف عائقا أمام التشكيل. بمناسبة عيد العمال، غرد رئيس الجمهورية ميشيل عون عبر تويتر موجها تحية تقدير إلى عمال لبنان في عيدهم، وقال: أنتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا. وأضاف: أولوية اليوم أن أكون إلى جانبكم وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة. رئيس مجلس النواب نبيه بني رأى أن خير تهنئة للعمال في هذه المناسبة أن يكون الجميع على مختلف المواقع والمراتب صنوا للعمال في عملهم كما في عيدهم فعلا لا تعطيلا، لأن ذلك ما ينفع الوطن والناس. رئيس الكتائب سامي الجميل غرد كاتبا: لحقوقكم
نناضل منذ عقود، معاناتكم وجعنا، صمودكم ضمانة لبقاء لبنان، معكم نستعيد المؤسسات ونبني لبنان الجديد، عمال لبنان أنتم نبضه. وزيرة العمل لمياء يمين توجهت إلى العمال مؤكدة أن اقتصاد لبنان ومناعته من قوة عماله وصمودهم، وقالت أنجزنا بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي مسودة نظام تأمين ضد البطالة يوفر رواتب على المدى القصير وتغطية صحية، وتشكيل حكومة لإقراره هو المطلوب. حراك بعلبك نظم وقفة تضامنية بمناسبة عيد العمال في ساحة خليل مطران، مؤكدا أن المعركة مع النظام هي معركة من أجل الطبقة العاملة لحمايتها في الأجر والعمل وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. في عيد العمال كم بلغت نسبة البطالة في لبنان وما هي الحلول المرجوة؟ تراز الخوري. يعاني العمال في عيدهم الأمرين، الفقر والحالة الاقتصادية المزرية، إضافة إلى أن معظمهم أصبح من دون عمل. وأي عيد يأتي هذا العام والعام القابع في منزله ينتظر الفرج؟ كيف هو وضع العامل اللبناني؟ الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين تحدث عبر صوت لبنان. اليوم نسبة البطالة مثل ما نعرف تجاوزت 35% في ظل وجود 480 ألف عاطل عن العمل. أمر خطير أيضا يهدد العمال اللبنانيين هي تعويضات نهاية الخدمة، فاللي بتبلغ كانت 12 ألف مليار ليرة أي ما يوازي 8 مليارات دولار، اليوم تراجعت إلى أقل من 950 مليون دولار. وبالتالي العامل بعد 40 سنة من العمل وقت بيصير بالتقاعد وعدم القدرة على العمل والإنتاج كان بيتأمل أنه يحصل على تعويض يقيه شر العوز بعمره المتقدم. بنشوف أنه هاي المدخل تآكلت وأصبحت لا تساوي شيئا، فالعامل اللي كان بيأمل أنه يحصل على تعويض 60 أو 70 ألف دولار صار تعويضه أقل من 6 أو 7 آلاف دولار، وبالتالي أصبح بلا أمل في المستقبل. العائلات أصبحت دون خط الفقر والعمال رفعوا الصوت عاليا، منهم من يستجدي لقمة الخبز والبعض الآخر يعمل بأقل من 5 دولارات يوميا. ما هو الحل بنظر رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر؟ وضع العمال بلبنان اليوم هو وضع سيء جدا، يكاد يصل إلى حدود الكارثة، لذلك مفروض أن نبادر إلى علاجات معينة تقينا مصائب الفقر الزاحف إلى البيوت. بعد ما بلغت نسبة العائلات الفقيرة والأكثر فقرا 70% من مجمل الشعب اللبناني، لذلك نحن اليوم عم نبحث عن بطاقات تمويلية لإنقاذ الشعب اللبناني من شر الفقر. هذه البطاقات هي بحدود 750 ألف بطاقة لمليون بطاقة للعائلات، وبالتالي نحن أمام برنامج إنقاذ وإغاثة قد يمتد إلى 5 سنوات. في هذا الوضع المتأزم لا يسعنا إلا القول عيد وبأي حال عدت يا عيد، وعلى الأمل بغد أفضل، كل عيد وعمال لبنان بألف خير. تراز الخوري، صوت لبنان. تفقد وزير الصحة حمد حسن أقسام مستشفى بعلبك الحكومي بمناسبة الأول من أيار، وثمن جهود العاملين في ظل جائحة كورونا، وتوجه إليهم قائلا إن رواتبكم لا تتماشى مع حجم تضحياتكم وما تقدمونه وتبذلونه في سبيل المرضى الذين هم بأشد الحاجة إليكم. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي دعا الدولة إلى المباشرة الفورية لتسديد ديون الصندوق والتي تجاوزت 4800 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2020 لتجنب كارثة صحية واجتماعية كبرى قد تحدث في الأسابيع القليلة القادمة. سجل عداد كورونا 93 إصابة جديدة و24 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة. هذا وقد دخلت البلاد في إقفال تام حتى فجر الثلاثاء لتفادي التجمعات والاختلاط في عيد الفصح عند طوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، وأقامت قوى الأمن حواجز متنقلة في مناطق عدة تنفيذا لقرار التعبئة العامة. جولة أمريكية إلى 4 بلدان عربية بعد الفاصل. بأسبوع الألام والقيامة لدى الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الشرقي، صوت لبنان بينقل مباشرة لأحد 8:30 صباحا خدمة الهجمة وقداس الفصح من كاتدرائية القديس جورجوس للروم الأرثوذكس ساحة النجمة. بيحتفل بالقداس متروبوليت بيروت وتوابع للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي.
أشار رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحل والبقاع توني طعمي إلى أن أسعار الخضار والفواكه بدأت تنخفض في السوق اللبناني، محذرا في حديث لصوت لبنان من أزمة كبيرة بعد القرار السعودي. أنه نحن هلأ بوقت الزروي بالإنتاج الزراعي اللبناني وصار في أصناف انخفضت بين 40% لل 50%، أكيد نحن بنفس الوقت بهمنا المستهلك يأكل الإنتاج الزراعي خاصة بهذا الوضع الاقتصادي الصعب بأسعار كثير معقولة، ولكن أن لا يكون هناك خسارة للمزارع لأنه بيشتري كل المواد الأولية تبعه بالعملة الصعبة، لأنه إذا خسر ما بيقعد يزرع بتوصل لوقت ما بتلاقي إنتاج. لذلك نحن عم نحاول نعمل توازن بين المستهلك وبين المزارع، يعني المزارع يربح شيء مقبول ويكون بنفس الوقت المستهلك عم يأكلها بسعر كتير مناسب. ولفت طعمي إلى تواصل القطاع الخاص مع مراجع رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال عبر إذاعتنا: أكيد نحن من أول يوم كقطاع خاص عنا اتصالاتنا مع بعض المراجع الرسمية الخليجية اللي نحن عنا صداقات معها، ولكن هذه الاتصالات ما بتكفي لأنه نحن ما عنا صفة رسمية أو صفة تنفيذية. نطلب من حكومة تصريف الأعمال هن يعالجوا هذا الموضوع، خاصة أنه القرار السعودي ترى ثغرة إيجابية أنه نحن بدنا تعهد من الحكومة اللبنانية، أتمنى أنه يتخذ هالشيء بعين الاعتبار، وأكيد أنا بتفهم القرار السعودي، بس بنفس الوقت بطلب إعادة النظر لأنه مش معقولة ينظلم شعب طويل عريض من أجل شبكة منظمة مجرمة عم تضر بسمعتنا وعم تضر بكرامتنا، وهذا الشيء نحن نطلبه ينحل بشكل سريع وإلا تداعياته رح تكون كتير كبيرة. أكد مدير منشأة النفط في الزهراني زياد الزين في اتصال مع صوت لبنان أن إحدى البواخر المطلوبة بآلية المناقصات أفرغت حمولتها أمس في منشأة النفط في الزهراني وقدرت بحوالي 18 مليون لتر من المازوت، وكذلك في منشأة النفط في طرابلس حيث كان من المقرر أن يتم تسليم المادة اعتبارا من اليوم، ولكن بسبب العطلة الرسمية وإقفال البلد لمدة 3 أيام سيتم توزيع المادة اعتبارا من الأسبوع القادم بشكل طبيعي ووفق نظام الحصص المعتمدة. أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 5 مواطنين و7 سوريين وضبطت معهم دراجة نارية وآليتين محملتين بحوالي 7500 لتر من البنزين و300 لتر من مادة المازوت المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. كما أعلن الجيش عن إقدام دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق الخط الأزرق في محلة خربة شعيب لمسافة حوالي 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية لمدة 10 دقائق. ولفت بيان الجيش إلى أنه يتابع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. بدأ وفد مشترك من الخارجية الأمريكية والدفاع والأمن القومي جولة له اليوم في الشرق الأوسط، بدأها من أبو ظبي على أن يزور عمان والقاهرة والرياض، ويبحث الوفد الأمريكي التطورات الإقليمية الأخيرة والتعاون الثنائي بين الإدارة الأمريكية والبلدان الأربعة. الخارجية الأمريكية أكدت أن لا حل في اليمن من دون دعم السعودية، مشددة على ضرورة أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية. جاء كلام الخارجية الأمريكية في أعقاب ترحيب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي دعا لوقف إطلاق النار في اليمن. شددت حكومة أربيل على ضرورة بقاء التحالف الدولي للتصدي لداعش وتهديداته المستمرة، ولفتت إلى أنه من المهم أن يواصل تدريب البشماركة والجيش العراقي. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب لمكافحة الهجرة على الحدود مع المكسيك، ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة له. بعد حوالي 20 عاما بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميا اليوم سحب آخر قواتهما من أفغانستان، حيث أعلن الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية سلمت عددا من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد. اعتقلت شرطة اسطنبول العشرات بعد محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في تحد لحظر تفرضه السلطات منعا لتفشي فيروس كورونا، كما اندلعت مواجهات بين متظاهرين فرنسيين والجيش الفرنسي على خلفية عيد العمال.
قررت الهند تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا لفت إلى أن أزمة فيروس كورونا في الهند يمكن أن تحدث في أي مكان، خاصة في البلدان التي تخفف إجراءات وقيود فيروس كورونا حاليا. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم إجمالا مع من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات. إذن كان في هذه النشرة عيد العمال من دون عمال وأجور بلا قيمة، وماذا عن نسبة البطالة في لبنان؟ تقرير خاص ورد في سياق النشرة. بري لنكن صنوا للعمال في عملهم كما في عيدهم فعلا لا تعطيلا. التأليف بصيغته الجديدة في أساس زيارة السنيورة لبكركي. أن تتألف حكومة مستقلين، أي أن لا يكون فيها أي شيء له علاقة بما يسمى الأثلاث المعطلة. بيروت بانتظار وصول نور المقدس الذي فاض من قبر المسيح في كنيسة القيامة. منظمة الصحة العالمية في أوروبا تلفت إلى أن أزمة فيروس كورونا في الهند يمكن أن تحدث في أي مكان. ختام النشرة قدمناها لكم من صوت لبنان.